بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبي الهادي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان يوم الدين. النهاردة وبناء على طلبات أبنائنا الطلاب وأصدقائنا أولياء الأمور والأخذ بنصيحة أساتذتنا المدرسين والعاملين بالتربية والتعليم، بنوضح لحضراتكم كيف يتم التسليم الإلكتروني للبحث ورفعه خطوة بخطوة على المنصة الإلكترونية أودوموودو مع وجود بعض الملاحظات. بداية، هذا بحث للصف السادس الابتدائي وكذلك للثالثة ابتدائي ورابعة ابتدائي وخمسة ابتدائي والإعدادي وثاني إعدادي وثالثة إعدادي. بتكتب عنوان معبر عن الصحة حسب هذا الموضوع، ثم بعد ذلك بتكتب الرقم التعريفي لطالب واحد أو لطالبين أو لثلاثة وهكذا، ثم بتكتب المقدمة، والمقدمة بنراعي فيها عدد الكلمات. يبقى احنا دلوقتي اهوت بقوم بالتحديد كده اهوت كده، وانظر اسفل هلاقي عدد الكلمات 51، المطلوب من 40 ل 50 مفيش مشكلة. ثم بعد ذلك عناصر الموضوع اللي هي المحاور المطلوبة فيه، ثم بعد الصور ثم فقرة باللغة الانجليزية اعرف عدد الكلمات المكتوبة فيها، بقوم بالتحديد بنفس الطريقة واشوف عدد الكلمات، هلاحظ انها 32 كلمة والمطلوب من 15 ل 30 ماشي، ثم النتائج والمصادر. بعد ما كتبنا بحثنا وتأكدنا منه ورجعناه لغويا وتأكدنا من كل شيء، هنقوم بعد ذلك بحفظ هذا البحث. هنحفظ البحث ازاي؟ بالرقم التعريفي لأحد الطلاب اللي هو الطالب اللي هيقوم بتقديم البحث على المنصة الإلكترونية من خلال الحساب الخاص به، وسبق ان احنا شرحنا كيف يقوم الطالب بإنشاء حساب على منصة أودوموودو، ياريت نراجعها في القناة. هنقوم بنسخ هذا الرقم التعريفي على هذا النحو، ثم أذهب إلى قائمة ملف، ومن قائمة ملف هختار حفظ باسم، ثم بعد ذلك هيظهر صندوق حواري. من خلال هذا الصندوق حواري هقوم بتحويل ملف الوورد إلى ملف بي دي اف بالرقم التعريفي للطالب اللي هيقوم بالرفع على المنصة. من خلال الصندوق التعريفي هنبدأ نغير ادي البي دي اف، ثم هنبدأ نكتب العنوان اهوت باللغة اهوت، وينتهي بالمرحلة الدراسية جريد 6 اللي هي جي 6، يبقى الرقم ثم جي 6 اهوت، اخليها انا فاضل اخليها كابيتال جي 6، ثم بعد ذلك احدد مكان الحفظ على هذا النحو، ثم اضغط على حفظ. يبقى انا حفظ كانه خليته بي دي اف، ثم سميت الملف بالرقم التعريفي او الكود التعريفي للطالب اللي هيقوم برفع هذا الملف من خلال الاكونت الخاص به، وبعدين حفظته على سطح المكتب بهذه الطريقه، وهنتظر الى ان يتم تحويل ملف الوورد الى ملف بي دي اف. دي الخطوه. السؤال هنا اللي بتزايد في الاونه الاخيره، وفوجئت بتصرفات بعض الزملاء من المدرسين ومن العاملين في التربية والتعليم، بيعملوا ايه؟ بيمسك البحث يعد عدد الورقات. لا، ما ينفعش. البحث عدد كلمات وليس عدد وريقات. يبقى البحث عدد كلمات، مش شطارة في الكتابة الكتيرة، الشطارة في الإيجاز في الحدود المسموح بها. كل جزئية في البحث محدد لها عدد معين من الكلمات. إذن من السهل جدا ان اخلي البحث اللي في 3 ورقات 10 ورقات. اعمل ايه؟ مع مراعاة الشروط الواجب توافرها، ان انا اقوم بتكبير حجم الخط. لما اكبر حجم الخط الحجم هيبدأ يزيد معايا بكل سهولة ويصل. لكن العملية مش موضوع انشا، ده بحث المفترض انه بيراعى فيه القواعد والاصول، مبادئ القواعد والاصول العلمية. وبالفعل تم تحويل الملف الى بي دي اف زي ما حضراتكم شايفين، تمام، وقمنا بحفظ ملف البي دي اف بكود الطالب اللي هو هيتم الارسال من خلال حسابه على أودوموودو، مدبوعا بي جي 6 المرحله 6 ابتدائي، او 5 جي 5 لو سنه 5، او جي 4 سنه 4، او جي 3 وهكذا. انتهينا من هذه الجزئيه بنجاح. ننتقل الى الخطوه الأخيرة وهي الرفع على المنصة، ثم بعد ذلك نقوم
تشغيل احد المتصفحات وليكن جوجل كروم، ونكتب عنوان ادمودو ادمودو دوت كوم، نكتب عنوان ادمودو دوت كوم. اذا كان سبق لي ان انا انشأت حساب على ادمودو وسجلت الدخول بدون خروج، اول ما اكتب ادمودو دوت كوم هيتم الدخول مباشرة الى المرحلة الدراسية الى المدرسة ثم الى الحساب الخاص بي. اما اذا كان تم عمل ساين اوت او خروج، يجب ان حضرتك تكتب اليوزر نيم والباسورد للحساب اللي انت سبق انك انشأته. زي ما احنا شايفين هيتم الدخول مباشرة الى الاكاونت الخاص باحد التلاميذ، لان سبق ان انا قمت بانشاء حساب لابني على ادمودو وما قمتش بعمل خروج من هذا الحساب. ظهر الحساب اهو قدام حضراتكم باسم زياد طارق النجار، ظهر الحساب باسم زياد طارق النجار، وظهرت المدرسة اللي هو موجود فيها، هو موجود في الصف السادس، وظهر اخيرا زر المشروع البعثي لعام 2019-2020. هختار الفصل الدراسي اللي هو الصف السادس على هذا النحو، هنختار الصف السادس. يبقى اذا تأكد ان هو ده الحساب الخاص بيك، تأكد ان هي دي المدرسة اللي حضرتك ملتحق بيها كطالب، تأكد انك بتقوم باختيار الفصل الدراسي اللي هو حضرتك طالب او منتسب لهذا الفصل. هننتظر الى ان يتم التحميل. انتهى عملية التحميل، انتهى عملية التحميل بالنسبة للصف السادس ولم يظهر هذا الزر. هرجع مرة اخرى للصفحة الرئيسية، هرجع مرة اخرى للصفحة الرئيسية، نرجع للصفحة الرئيسية ثم عندي هنا هوت ادي المشروع البعثي، هلاقي فيه زرين. يبقى انا دلوقتي كل اللي حضرتك هتعمله بعد ما بتدخل بالاكونت الخاص بيك وتتاكد ان الاكونت الخاص بيك وتتاكد ان هي دي المدرسه وتتاكد انك انت ملتحق بالصف السادس اهوت، تمام، هيبدا يظهر عندك زرين، واحد خاص هنا بالمشروع البعثي تضغط على فتح او تضغط هنا اهوت، وادي تاريخ الاستحقاق مكتوب غلط 15/5/16/5 ومكتوب اسم المدرسه، هضغط على زر فتح على هذا النحو، هضغط على زر فتح، هتظهر لي صفحة جديدة اللي من خلالها هقوم برفع هذا الملف، هذا المشروع البحث العام 2019-2020، وادي اسم المدرسة أم المؤمنين والكود الخاص بيها. قدامك دلوقتي إنك هتقوم بعملية الرفع. عشان تقوم بعملية الرفع يبقى ممكن حضرتك تقوم بالضغط والسحب أو إن حضرتك تقوم بعملية إرفاق. أنا هضغط على إرفاق. من إرفاق قدامنا ثلاث اختيارات، يا إما ملف موجود في الكمبيوتر الخاص بيك او اللاب انت حافظه وده اللي هنقوم بيه، يا اما سبق انك رفعته على موقع على شبكة الانترنت، يا اما ان يكون موجود انت حفظته رفعته قبل كده وحفظته في حقيبة الظهر. هنختار ملف من الحاسب، هنختار ملف من الحاسب. هيبدأ يظهر معايا الصندوق الحواري، من خلال الصندوق الحواري هنحدد الملف اللي هو امتداده بي دي اف وبيكون كود الطالب اللي هيقوم برفعه لو في اكتر من طالب، متبوعا بالرقم الفصل اللي هو جي 3 سنه 3 ابتدائي او جي 4 او جي 5 او جي 6 سنه ابتدائي او جي 7 او جي 8 او جي 9، يعني اولى اعدادي ثاني اعدادي ثالثه اعدادي. هننتظر الى ان يتم الفتح ثم اقوم بعد ذلك بالبحث عن هذا الملف الموجود في جهاز الكمبيوتر، نقوم بالبحث عن
هذا الملف، حضرتك عارف مكانه بالظبط في الجهاز اهوت، ثم هنبدأ نختاره الملف اللي هو رقم كود الطالب مطبوعا بجي 6 احدده، ثم اضغط على اوبن وانتظر الى ان يتم رفع هذا الملف على الموقع. تبدأ عملية التحميل بهذا الوضع، حجم الملف 474 كيلو بايت. هننتظر الى ان ينتهي من عملية التحميل، ثم بعد ذلك هنضغط على تسليم الواجب. تسليم الواجب، هذا هو الملف. هل انت مستعد للتسليم؟ هقول له تسليم، نقول له تسليم. كده خلاص تم تقديم العمل وسوف نعلم معلمه. كده احنا نجحنا. لو عايز تعمل اعاده تاني لارسال هذا الملف هتضغط على اعاده ارسال هذا الواجب. اتمنى ان انا اكون وفقت في شرح هذه المهاره، مع تاكيد جزئيه ان ممكن دلوقتي انكر هنا الارسال تعليق لمعلمك، ممكن تكتب تعليق لمعلمك توضح له مثلا انك اثنين من الطلاب او ثلاثه او اربعه، ما فيش اي مشكله. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.